قدام او خارج اسوار المجموعه الهرميه للملك زوسر في سقاره. اللي ورايا ده هو الجدار الخارجي او الحائط الخارجي اللي اتبنى عشان يحيد المجموعه الجنائزيه بتاعت الملك زوسر. الحقيقه الملك زوسر يعني يعتبر من اعظم الملوك اللي حكموا مصر في العصر القديم. هو مؤسس الاسره الثالثه، والاسره الثالثه اول اسره في الدوله القديمه، يعني هو برضو مؤسس الدوله القديمه اللي هي سميت برضو عصر بنات الاهرام، لان تميزت ببناء الاهرامات بدءا من الهرم المدرج اللي احنا هنشوفه دلوقتي في منطقه سقاره، وتبعها طبعا التطور اللي حصل في بناء المقبره من خلال ما بني في منطقه دهشور الهرمين بتوع الملك سنفرو، وبعدين الاهرام اللي موجوده في منطقه الجيزه، اولها طبعا الهرم الملك خوفو او الهرم الاكبر. طيب الفكره بتاعت المجموعه الجنائزيه او المجموعه الهرميه هنا للملك زوسر تم بنائها وتصميمها على ايد الاسطوره الهندسيه امحوتب، من اعظم المهندسين في تاريخ البشريه. الحقيقه احنا في حصل كذا حاجه في هذه المرحله، في المجموعه الهرميه اللي ورانا دي حصل كذا حاجه. اول حاجه هو اختلاف الماده اللي او المواد اللي استخدمت في البناء، يعني لغايه فتره ما قبل الملك زوسر كان بيستخدم الطوب اللبن اللي هو من طم النيل في البناء. هنا هنلاقي ان الماده اللي استخدمت هي الحجر الجيري. طيب اول حاجه الاختلاف في الماده نفسها، دي نمره واحد. نمره اتنين اختلاف في الحجم، الحجم اكبر بكتير جدا من كل المباني اللي اتبنت قبل كده. نمره ثلاثه التصميم، قبل الملك زوسر وقبل امحوتب كان بناء المقبره، لو ممكن نرسمها كده بمنتهى البساطه، لو ممكن نرسمها بمنتهى البساطه على الارض هنلاقي ان نفترض ان دي هي الارض، سطح الارض. الفكره ان هم كانوا عايزين يحافظوا على الجثمان او الاساس الجنائزي، فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا زي بير تحت الارض، تقريبا كان بيبقى عمقه حوالي 20 متر، وبعدين في اخر البير تحت بيبقى فيه غرفة الدفن. طيب مدخل البير ده من فوق الارض عايزين يغطوه، فبيبنوا حاجة فوق الارض هنا. الحاجة دي بنسميها احنا مصطبة او زي درجة يعني، وكان تقريبا ارتفاعها بيكون حوالي 7 متر، والمادة اللي بتستخدم في بنائها هي الطوب اللبني. طيب يجي امحوتب المهندس بتاع زوسر وهيعمل الاتي. اولا هيعمل البير ده يخليه 27 متر. طبعا 27 متر انا بحفر في الصحراء ما هوش موضوع الطف حاجة يعني. وبعدين جه فوق الارض كبر المساحة وعمل الدرجة دي. الدرجة دي كانت من الطوب، من الحجر الجيري، يعني اول درجة من الحجر الجيري ارتفاعها دي 10 متر. يبقى هو عمل البير الاول اعمق من اللي قبل كده، وعمل درجة السلم دي او المصطبة دي. هي ليه بتسمى مصطبة؟ لان الرحالة الاوائل لما جم مصر كانوا يعني لما كانوا بيمشوا مع الدليل في المصري وكده كان بيقول له دي مصطبة، لانها بتشبه المصطبة اللي موجودة في بيوت الفلاحين والصعايدة في مصر، يعني زي درجة كده كانوا بيقعدوا عليها او بيناموا عليها، المصطبة سميت مصطبة واتخذت الاسم حتى يومنا هذا. طيب فالمصطبة دي اكبر، ارتفاعها 10 متر، ومبنية من الطوب من الحجر الجيري. دي نمرة واحد. خلص الجزء الاولاني من المشروع بتاعه، واحنا نعتقد دلوقتي او شبه متاكدين ان هو ما كانش عنده خطه ان هو يتكبر اكتر من كده، وبنى السور ده اللي بيحيط بالمجموعه الهرميه كلها، وهنشوف المجموعه الهرميه جوه فيها ايه. السور ده ارتفاعه 10 متر،
وكانت الفكرة ان هو يحافظ على سرية ما يحدث داخل او يعني خلف السور. كويس. وهنشوف حاجة جميلة جدا هو عملها، ان السور ده كان فيه 14 باب حوالين السور ده، فيه 14 باب، لكن 13 باب منهم ابواب وهمية او ابواب غير حقيقية، يعني الباب مرسوم كأنه محفور او مرسوم شكل الباب لكن هو مش باب، وباب واحد بس هو الباب مدخل الرئيسي الوحيد للمجموعة الهرمية اللي احنا هندخل منه دلوقتي. كويس. والباب ده صغير جدا، يعني ممكن ياخد اتنين بالعافية يخش فيه، يعني هو معمول على سن واحد بس اللي يخش فيه في, 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 في نفس الوقت يعني. واعتقد يعني شبه متاكدين برضو دلوقتي بعد دراسات كتيره ان هم عملوا المدخل ضيق عشان يبقى فيه كنترول على الداخل والخارج، مش اي حد يخش ومش اي حد يخرج. طب ليه 14 باب؟ لان المؤرخين اكدوا ان المدينه منفس اللي هي العاصمه في هذه الوقت، كان القصر الملكي بتاع كينج جوستر المبني هناك كان ليه 14 باب. 14 باب مستخدمين في الحياه الدنيا، لكن مش حابب يستخدمهم في الحياه الاخره. هو مش محتاج الكلام ده، هو محتاج مدخل محدد وواضح يتم عليه المراقبه تمام عشان يعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج، مش اي حد يخش المجموعه الهرميه بتاعه الملك. طيب يبقى احنا عندنا سور بيحيط بالمجموعه كلها، السور ده ارتفاعه 10 متر، المصطبه جوه ارتفاعه 10 متر. يبدو والله اعلم ان محطب طبعا كان معتز جدا بشغله، واكيد اي واحد يعني هيعمل شغل العظيم ده اول مره في تاريخ البشريه استخدام حجر يعني جيري وكده وارتفاعات ضخمه، يعني اكيد هيبقى مبهور يعني باللي هو عمله هو شخصيا يعني. بس هو لما خرج بره المجموعه الهرميه لقى ان هو مش شايف اللي عمله، يعني 10 متر السور دول ما بي مش مخلين حد يشوف اللي جوه السور. طيب هيعمل ايه؟ هيبدا يرفع، قال لك انا عايز ارفع البناء ده عشان يبقى اعلى. فكبر المصطبه الاولانيه. واحد دلوقتي يسألني وانت شعرفك انه كبر المصطبه؟ كنت قاعد معاه. لا احنا دلوقتي لما نخش هنشوف الحته الاكستنشنز اللي هو زودها. احنا ما بنقلفش على فكره، احنا بنتكلم تاريخه زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا لما نتكلم تاريخ بنتكلم بادله. فانا ما اقول ان هو كبر المصطبه الاولانيه، انا عندي الادله موجوده، مش مجرد يعني ارهاصات. وبعدين راح باني مصطبه ثانيه فوق الاولانيه. المصطبه دي ارتفاعها 10 متر برضو ولكن اصغر في الحجم. وبعدين هنا بدا يحصل عنده ايه، نوع من انواع الثقه بالنفس، يعني بدا ايه يحصل له ثقه بالنفس. ده انا ممكن اعلي بدل المصطبه اتنين وممكن اطلع اكتر كمان. ففكر شويه وبعدين بدا يطلع، قرر ان هو يطلع اكتر، فراح بيطلع مصطبه ثالثه 10 متر برضو بس اصغر في الحجم. وبعدين راح اعمل واحده رابعه. الرابعه كانت صغيره كده. ايه يعني هم دول موجودين اربع مصاطب؟ لا، اللي موجودين دول ستة. يبقى انت غلطان في العد. لا، اصور راح مزود دي كبرها تاني برضو انت. ما انا عندي برضو الاكستنشن باينه، الحتة الزيادة اللي هو عملها باينة، عشان كده احنا عرفنا ان هو كبر المصطبة الرابعة. وبعدين راح باني الخامسة والسادسة. الله، ايه اللي عندنا ده؟ ده حضرتك اسمه هرم المدرج. هو الحقيقة انا مش عايز اسميه هرم المدرج، انا ما بحبش اسميه هرم، هو مش هرم دلوقتي، هو لغايه دلوقتي مش هرم، هو لغايه دلوقتي اسمه ايه؟ المصطبه المدرجه او المصاطب المدرجه، لان هو مش في دماغه انه يعمل هرم. هو لغايه دلوقتي مش في دماغه انه يعمل هرم. كويس؟ هو في دماغه ان هو بيعمل مبنى مختلف لملك عظيم، فعايز يعمل مبنى عظيم. والمبنى ده دلوقتي لما نخرج بره المجموعه الهرميه من اي حته نقدر نشوفه. ليه؟ لان هو علاه. ارتفاعه بقى كام؟ 60 متر، بالاول كان 10 متر. كويس؟ الفكره بمنتهى البساطه ان الملوك اللي هيجوا بعد كده اللي هيحاولوا يطوروا في بنى المقبره هيحاولوا يعملوا ايه؟ هيصغروا المصاطب دي ارتفاعها. كويس؟ وبعدين هيغطوها من بره. ايه ده؟ ايه اللي عندنا دلوقتي؟ دلوقتي عندنا هرم. يبقى كده احنا عندنا هرم. الاول ما كانش عندنا هرم، اللي جوه ده مش هرم. احنا بنسميه مجازا يعني هرم مدرج، لكن هو مش هرم. خلاص؟ يبقى هنا بقى بدا ياخد شكل هرم. اللي احنا شفناه فين؟ في هرم سنافرو في دهشور، وشفنا ان هو عمل غلطه في استخدام الزاويه في الهرم الاولاني، وبعدين صلح البتاع، عشان كده الاختلاف في الزاويه خلاه اسمه الهرم المنحني. كويس؟ يعني النهارده لما يجي واحد من مدعي اللي بيدعوا على الحضاره المصريه ويقولوا الحضاره المصريه دي اللي بناها مش عارف جايين من الفضاء وجايين من المريخ وجايين من الكلام اللي ملوش اي معنى ده ولا اساس من الصحه،
اقدر اقول بمنتهى البساطه ان الحضاره المصريه ابتدت خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه واحده ورا الثانيه لغايه لما وصلنا للشكل الهرمي الكامل.